السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية تاسة. اليوم إن شاء الله رح نكمل عن خلايا الكائنات الحية. أخذنا المرة الماضية عن الخلية النباتية والحيوانية، حكينا بإيش بيشتركوا في تركيب، حكينا الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والنواة. درسنا المرة الماضية عن الغشاء البلازمي، قلنا شو الغشاء البلازمي؟ هو غشاء خارجي يحيط بالخلية، وأخذنا خصائصه إنه أول شيء بتكون من طبقتين من الدهون المفسفرة ومن البروتينات، وشرحنا ليش دهون مفسفرة. ومن خصائصه حكينا بتميز بخاصية النفاذية، يعني بينظم تبادل المواد بين الخلية والوسط المحيط. وحكينا الخاصية الثانية له أو إنه من أهميتها برضه الحماية والدعامة. وثلاثة، يكسب الخلية هوية لوجود مستقبلات بروتينية. خلصنا الغشاء البلازمي اللي هو مشترك بين الخلية النباتية والحيوانية. هلأ رقم اثنين في عندي النواة. إذن خلصنا واحد الغشاء البلازمي، هلأ بدنا ندرس النواة. إحنا يا تاسع شو بندرس؟ بندرس الأشياء المشتركة بين الخلية النباتية والحيوانية اللي هم ثلاث أشياء حكينا، اللي هم غشاء بلازمي، نواة، سيتوبلازم. المرة الماضية درسنا الغشاء البلازمي، اليوم رح ندرس عن النواة. إذا تشترك الخلايا النباتية والحيوانية بثلاث تركيب، الغشاء البلازمي والنواة والسيتوبلازم. المرة الماضية أخذنا كل شيء عن الغشاء البلازمي، واليوم رح نحكي عن النواة. هلأ يا تاسع، النواة برضو عضي موجود في الخلية النباتية والخلية الحيوانية. إيش خصائص النواة؟ أو شو وظيفة النواة؟ بإيش محاط النواة؟ رح ندرسه كامل هلأ. أول إشي يا تاسع، من خصائص النواة أنها تسمى مركز التحكم. ليش مركز التحكم؟ لاحتوائها على المادة الوراثية DNA. إذن يا تاسع، مين العضي الموجود عندي في الخلية اللي بيحتوي على المادة DNA اللي هي المادة الوراثية اللي هي النواة؟ إذن ليش سمينا مركز التحكم بكل الخلية؟ يعني هو بتحكم بكل الخلية لاحتوائها على المادة الوراثية DNA. ثاني خاصية، محاط بغلاف نووي مزدوج. شو يعني كلمة مزدوج يا تاسع؟ مزدوج يعني طبقتين، هيو غلاف نووي مزدوج. شايفين الغلاف النووي هذا بنسميه مزدوج، بيعطيها حماية. تحتوي على ثقوب نووية. ثقوب نووية مثل ما انتم شايفين محاطة بالغلاف الخارجي، ثقوب. طب ايش فائدة هذه الثقوب؟ تسمح بدخول وخروج المواد الى النواة. اذا هاي الثقوب راح تسمح بدخول وخروج المواد الى النواة. في عندي برضه تحتوي النواة على عضي كروي، هي مثل ما انتم شايفين في الوسط شو بنسميه؟ نوية. شو وظيفة النوية؟ بناء الرايبوسومات. راح نحكي عن الرايبوسومات لحال، اللي هي المسؤولة عن بناء بروتينات للخلية. رح أرجع أعيد، من خصائص النواة واحد، تسمى مركز التحكم. ليش؟ لاحتوائها على مادة DNA اللي هي المادة الوراثية. اثنين، محاطة بغلاف نووي مزدوج، حماية لميل النواة. ثلاثة، تحتوي على ثقوب نووية. شو وظيفة الثقوب هاي؟ تسمح بدخول وخروج المواد إلى النواة. النواة برضو عبارة عن عضي، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى غذاء. مين بسمح بدخول وخروج المواد؟ الثقوب النووية. تحتوي النواة على عضي كروي، شو بنسميه؟ النوية. شو وظيفة النوية؟ بناء الرايبوسومات. هاي خصائص النواة. واحد، تسمى مركز التحكم والسبب لاحتوائها على DNA. هلا حكينا واحد، هيو مادة الوراثة DNA. اثنين، محاطة بغلاف نووي مزدوج، وظيفته السماح بدخول وخروج المواد للنواة. برضو الغلاف النووي رح يعملنا دخول وخروج المواد إلى النواة والسماح لها. برضو الثقوب النووي لأنها موجودة برضو على الغلاف النووي، برضو رح تسمح بدخول وخروج المواد للنواة. نفس الوظيفة في عندي اللي هي دخول وخروج المواد إلى النواة، تعمل حماية إلها. أربعة، في عندي عضي كروي، شو بنسميه؟ النوية. شو وظيفة النوية؟ بناء الرايبوسومات، رح نحكي عنها. إذن تسمى مركز التحكم لاحتوائها على DNA، محاطة بغلاف نووي مزدوج، وظيفته السماح بدخول وخروج المواد للنواة مثل مبدأ الغشاء البلازمي. تحتوي النواة، مش هناك قلنا في الغشاء البلازمي الغشاء شو وظيفته للخلية؟ بيسمح بدخول وخروج المواد، يعني تنظيم، يعني نفاذية اختيارية. تحتوي النواة على ثقوب نووية، شو وظيفة الثقوب هاي؟ برضو تسمح بدخول وخروج المواد للنواة. آخر إشي في عندنا، تحتوي على عضي كروي يسميه النوية، شو وظيفته؟ بناء الرايبوسومات. هي رقم اثنين، النواة المشتركة بين إيش وإيش؟ خلية نباتية والحيوانية. هيك درسنا يا تاسع الغشاء البلازمي والنواة. رقم ثلاثة، السيتوبلازم. شو السيتوبلازم يا تاسع؟ السيتوبلازم قلت لكم عنه البحر اللي بتسبح فيه كل هاي العضيات. عش بيحتوي على ماء وأملاح ومادة هلامية شفافة، ويتكون من العضيات التالية اللي هلا رح نبلش ندرسها. اليوم 13 عضي تقريبا موجودين داخل السيتوبلازم يا تاسع. هي السيتوبلازم اللي حكينا عنه، هيو اللي موجوده في كل هاي العضيات اللي بتسبح فيه، شو بنسميه؟ سيتوبلازم. رح ندرس السيتوبلازم عضي عضي الموجود فيه. رح ندرس بس اليوم الشبكة الاندوبلازمية. تاسع، الشبكة الاندوبلازمية بترتبط في النواة مثل ما انتم شايفين. هلا هاي تاسع عندي ايش؟ نواة، اللي درسنا عنها نواة. الشبكة، كلمة شبكة يا تاسع شو بتعني لكم؟ يعني اغشية، يعني قنوات، مثل القنوات مثل ما انتم شايفين. هاي الاغشية والقنوات ترتبط في النواة، ورا النواة مباشرة. إذا الشبكة الإندوبلازمية مثل ما أنتم شايفين ترتبط في مين؟ بالنواة.
طبعا يا تاسع هاي الشبكة فيها نوعين، اندوبلازمية خشنة، اندوبلازمية ملسة. هلا تاسع دائما كلمة خشنة، لما احكي كلمة خشنة بتختلف عن ملسة. الخشنة يعني ملمسها خشن، يعني عليها اشياء بتلاقيها مثل كيف بدي اقول لكم يعني يا تاسع، مثل براز، يعني اشي بارز كتير بيكون عندي، اشي بارز كتير، هاي الخشنة. اما الملسة ما بتحتوي على هاي الاشياء. يعني يا تاسع هاي الخشنة مثل ما انتم شايفين، شايف النقط هاي كلياتها رايبوسومات، اذا بارز منها كلياتها شبكه اندوبلازميه خشنه بتحتوي على الرايبوسومات. اما شبكه الاندوبلازميه الملسه مثل ما انتم شايفين ما بتحتوي على الرايبوسومات. هلا تعرف شو الرايبوسومات اللي حكينا عنها هلا اللي موجوده جوا النواه؟ اذا النواه تحتوي على النويه تعمل وظيفتها بناء الرايبوسومات. طب يا تاسع لما النووية بنت الرايبوسومات، وين راحت الرايبوسومات هاي؟ طلعت منها، وين راحت؟ راحت يا تاسع التصقت على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة اللي حكينا هلا بترتبط في النواة عن طريق الثقوب النووية. يعني يا تاسع النواة هلا حكينا عن النواة تحتوي ثقوب نووية، الشبكة الاندوبلازمية كيف ترتبط فيها؟ عن طريق الثقوب النووية. كيف ترتبط فيها؟ عن طريق الثقوب النووية. كمان مرة رح ارجع اعيد، النواة يا تاسع حكينا عن النواة شو وخصائص النواة، تسمى مركز التحكم. لماذا؟ لاحتوائها على الدي ان ايه، هينا حكينا تحتوي على الدي ان ايه بنسميها مركز تحكم. اثنين محاطة بغلاف نووي مزدوج، شو وظيفة الغلاف النووي؟ سماح بدخول وخروج المواد للنواة. الثقوب النووية مثل ما انتم شايفين هاي الثقوب، كلمة ثقوب يعني اكيد تنظم برضو دخول وخروج المواد. تحتوي النواة على عضو كروي شو بنسميه؟ النوية. هي النوية شو وظيفة النوية يا تاسع؟ ركزوا معي، بناء الرايبوسومات. هلا تاسع النوية بنت الرايبوسومات، خلصنا بنيناها، وين تروح الرايبوسومات الموجودة فيها؟ هلا حكينا عن هاي الشبكة الاندوبلازمية. هي يا تاسع شو حكينا الشبكة الاندوبلازمية؟ شبكة من الأغشية والقنوات تنتشر في السيتوبلازم. تمام، ليش حكينا أغشية وقنوات؟ طلعوا شكلها يا تاسع مثل الأغشية والقنوات. وين بتنتشر في السيتوبلازم؟ أكيد لأنه أول عضي موجود في السيتوبلازم. طب يا تاسع هاي الشبكة الاندوبلازمية ملاحظينها ترتبط في النواة مباشرة، طب كيف ترتبط فيها؟ عن طريق الثقوب النووية. طب تاسع النووية صنعت لنا رايبوسومات، صنعت لنا رايبوسومات، كيف راحت الرايبوسومات للشبكة الاندوبلازمية؟ كيف طلعت؟ ما هلا حكينا يا تاسع الثقوب النووية بتسمح بدخول وخروج المواد، يعني يا تاسع لما النووية صنعت لنا رايبوسومات طلعت عن طريق الثقوب النووية، وبسرعة وين التصقت؟ في الشبكة الاندوبلازمية. بس يا تاسع بأي شبكة اندوبلازمية؟ في الخشنة، لأنه في عندي نوعين، شبكة اندوبلازمية خشنة، شبكة اندوبلازمية ملساء. وين التصقت الرايبوسومات؟ في الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. كمان مرة، النوية حكينا بتعمل على بناء الرايبوسومات. طب يا تاسع الرايبوسومات ما راح تضلها في النوية، راح تطلع. طب كيف تطلع؟ عن طريق الثقوب النووية. طب تاسع طلعت، وين بدها تروح؟ على السريع بتلتصق في الشبكة الاندوبلازمية. بأي شبكة؟ بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة، لأنه الشبكة الاندوبلازمية نوعين، وخشنة وملساء، فتلتصق في الخشنة. هاي خصائص الشبكة الاندوبلازمية، شبكة من الأغشية والقنوات تنتشر بالسيتوبلازم حكيناها. يوجد نوعين من الشبكة الاندوبلازمية، خشنة ملساء. الخشنة يوجد عليها رايبوسومات، الملساء لا يوجد عليها رايبوسومات. طب يا تاسع كيف ترتبط بالغلاف النووي؟ كيف الشبكة الاندوبلازمية ملزقة بالغلاف النووي؟ هلا حكينا عن طريق الثقوب النووية، لما التصقت فيها الثقوب النووية قدرت تطلع مين؟ الرايبوسومات اللي صنعتها النووية مباشرة لأي شبكة؟ للشبكة الاندوبلازمية مين؟ الخشنة. تمام يا تاسع، للشبكة الاندوبلازمية الخشنة. تاسع يا ريت نكتب التلخيص هذا الموجود بس بالسلايدات على الدفتر، وإن شاء الله بحصة زوم بنشرحه كمان مع بعض، وتبعتوا لي على المنصة، ويعطيكم ألف عافية.